تعليق النهاردة بيسأل عن زيت النخيل اللي فيه ناس كتير بتقول انه مضر جدا ويجب تجنبه، ما هي حقيقة الامر؟ اولا لازم نفرق بين زيوت النخيل الطبيعية وزيت النخيل المهدرج. زيت النخيل المهدرج ده فعلا مضر جدا ويجب اجتنابه، مش عشان هو زيت نخيل لكن عشان مهدرج، وشرحنا قبل كده بالتفصيل في الفيديو ده اللي هتلاقوا الرابط بتاعه في اول تعليق ازاي عملية الهدرجة بتولد الدهون المتحولة اللي هي أخطر الدهون على الإطلاق، والدهون المتحولة دي بتنتج من هدرجة أي زيت، ما هيش مقتصرة على زيت النخيل بس، يعني زيت جوز الهند المهدرج بيكون فيه نفس المشكلة. نيجي بقى للمشتقات الطبيعية لزيت النخيل اللي هنلاقيها برضو بتنقسم لأنواع مختلفة في القوام، في منها الصلب اللي زي زيت نواة النخيل، وده بيكون أصلا صلب بشكل طبيعي لأنه غني بالدهون المشبعة زي زبدة الكاكاو، وفي استرين النخيل اللي هو عبارة عن مستخلص مركز للدهون المشبعة الموجودة في ثمرة النخيل، علشان كده بيتصلب في درجة حرارة الغرفة. وزيت النخيل بعد ما بيتم استخلاص الدهون المشبعة منه بيكون خليط من الزيوت السائلة بتتسمى أولين النخيل. المهم علشان ما ندهش في التفاصيل، الفرق الجوهري بين المشتقات الطبيعية لزيت النخيل وزيت النخيل المهدرج هو ان زيت النخيل المهدرج بنتحكم في درجة لزوجته عن طريق عملية الهدرجة اللي بتغير التركيب الكيميائي لبعض مكونات الزيت الطبيعية علشان تحولها لدهون مشبعة، والعرض الجانبي للعملية دي هي انها بتولد الدهون المتحولة المؤذية اللي اتكلمنا عنها. لكن المشتقات الطبيعية لزيت النخيل بنتحكم في درجات لزوجتها عن طريق توزيع المحتوى الطبيعي للدهون فيها وفقا للاستخدام المطلوب من غير ما نغير التركيب الكيميائي لأي من مكونات الزيت الطبيعية. مثلا لو عايزين زيت سائل نقلي فيه يبقى نسحب الدهون المشبعة من الخام الطبيعي لحد ما نوصل للزوجة المطلوبة. طب لو عايزين مادة دهنية صلبة لاستخدامها كبديل للزبدة مثلا يبقى نسحب الدهون الغير مشبعة من الخام لحد ما نوصل للقوام المطلوب، وهكذا. نقدر نعتبر مشتقات زيت النخيل الطبيعي عبارة عن مجرد كوكتيلات بتختلف فيها نسب تشبع الدهون حسب الاستخدام المطلوب بدون تغيير التركيب الكيميائي للدهون دي. طيب يظل السؤال قائما، هل في ضرر صحي ممكن يحصل من المستخلصات الطبيعية من زيت النخيل أو أي من مكوناته؟ ما تستغربش السؤال، لأن كلمة طبيعي لا تعني بالضرورة صحي. سم الاستريكنين مثلا هو مادة طبيعية موجودة في نبات طبيعي، وفي فعلا زيوت طبيعية بتحتوي بشكل طبيعي على بعض المواد المضرة زي مثلا مادة الجويسيبول السامة اللي بتتواجد بشكل طبيعي في بذر القطن كأحد وسائل دفاعه الطبيعية ضد الحشرات، وبسبب المادة دي لا يصلح استخدام زيت بذر القطن الخام في الأغذية إلا بعد تكريره وإزالة المادة دي منه. هل بقى زيت النخيل فيه أي مادة مؤذية زي السموم الطبيعية دي؟ الإجابة لأ. الله، أمال إيه سر السمعة السيئة لزيت النخيل؟ السر يا سيدي هو غزارة إنتاجية نخيل الزيت ده اللي بتخلي تكلفة زراعته واستخلاص الزيت منه منخفضة جدا مقارنة بأي محصول زيتي آخر، وعلشان كده زيت النخيل بيكون رخيص جدا وبالتالي مغري لمعظم التجار والصناع على حساب الزيوت الأخرى، عشان كده هتلاقيه مكتسح جميع أنواع الزيوت الأخرى في الأسواق العالمية لأي صناعة بيدخل فيها الزيت كمادة أولية، فهتلاقي زيت النخيل ده موجود حرفيا في كل بيت. إن ما كانش في أحد المواد الغذائية المصنعة هتلاقيه في معجون أسنانك أو في كريم ترطيب البشرة أو صباع الروج بتاعك، بالإضافة لمئات منتجات العناية الشخصية. ونخيل الزيت ده لا يمكن زراعته غير في المناطق الاستوائية، علشان كده منتجين المحاصيل الزيتية اللي بيكونوا بعيد عن خط الاستواء لا بيعرفوا يزرعوا نخيل الزيت ده ولا بيعرفوا ينافسوا الزيت بتاعه في الأسواق العالمية، ما بيطلعوش منه بأي مصلحة. فمن باب فيها لخفيها هتلاقوا كل الكلام السلبي عن زيت النخيل يقتصر على إنه بيتم إنتاجه يا عيني تحت ظروف عمل غير آدمية قائمة على الاتجار بالبشر، وإنك لازم تاخد موقف إنساني لحماية الحقوق الإنسانية للمزارعين والعمال اللي بيتم استغلالهم لإنتاج زيت النخيل ده،
بانك تقاطع هذا المنتج الامبريالي التوسعي الشرير وتشتري الزيوت التانية اللي بيتم انتاجها بمنتهى الانسانية على نغمات الموسيقى وتحت ظلال الزيزفون في الدول الانسانية اياها. وبالنسبة للناس اللي ما بياكلش معاها جو حقوق الانسان، خصوصا اذا كان هذا الانسان مختلف في الوان الجلد والشعر والعيون واسمه محمد او مومبا، بيدخلوا لهم من باب الرفق بالحيوان وانقاذ الكوكب، ويقولوا ان زيت النخيل مضر للبيئة لان بسبب التوسع في زراعته وانتاجه بيتم قطع اشجار الغابات الاستوائية المطيرة اللي هي رئة كوكب الارض والموطن الطبيعي للأورانجتان ونمور سومطرة المهددين بالانقراض. يرضيك تشارك في قتل هذه المخلوقات البريئة؟ ولو قلت له طب أنا راجل لعين يا أخي، ولا يفرق معايا الأورانجتان ولا ظروف العمل في جنوب شرق آسيا، طالما الزيت ده ملوش أثر سلبي على صحتي يبقى يلزمني، هتلاقيهم بيقولوا لك خلاص بقى ما بديهاش. بس بدل ما يبقى شكلنا وحش بعد ما قلنا إن زيت النخيل بيساهم في معاناة البشر على الوجه الآخر من هذا الكوكب البائس، إحنا هنشتري لك الزيت ده ونبيعه لك بسعر أغلى شوية، علشان زيت النخيل بتاعنا بيجي من مزارع تحت إشرافنا بيتم فيها معاملة العاملين بمنتهى الإنسانية. علشان كده هتلاقي منتجاتنا عليها شعار بيقول نحو مستقبل أكثر استدامة، زي شعار التجارة العادلة اللي بتلاقوه على بعض منتجات البن والشوكولاتة كإثبات إن المنتجات دي ما دخلش في دورات إنتاجها سخرة واستغلال وعمالة أطفال والحاجات الوحشة دي كلها. أنا مش مهم عندي الربح إطلاقاً، أهم حاجة القيم الإنسانية. يا سلام على الإنسانية، يا سلام على الحنية. عرفتوا بقى إيه سر السمعة السيئة لزيت النخيل؟ بالرغم من كونه واحد من أكثر الزيوت صحية وتعددا للاستخدامات، إنه المال يا صديقي، المال أصل كل الشرور. وطبعا كونه زيت صحي ده لا يعني إننا نشربه في جرادل، لأن أي مادة غذائية مهما كانت صحية الإفراط في استهلاكها أكيد له عواقب. ونظرا لكثرة استخدام زيت النخيل في منتجات كتير جدا، فمن السهل جدا اننا نفرط في استهلاكه ونتناول منه كميات كبيره جدا من غير ما نحس. بس الفيديو ده طول قوي، فلو حابين نكمل كلام عن زيت النخيل وعواقب الافراط فيه ابقوا عرفوني في التعليقات. كالعاده روابط المصادر والفيديوهات اللي ذكرت هتلاقوها في الوصف، والى اللقاء في الرد على تعليق جديد من تعليقاتكم، والسلام عليكم.